برحب بحضراتكم مرة تانية وحوار مهم جدا مع واحد من نجوم الأهلي. واحد الحقيقة يعتبر مشوار كفاح. هنعرف أكتر عن قصة الكفاح دي مع نجمنا ونجم فريق الأهلي كابتن حسين الشحات. اخبارك ايه؟ حاجة حسين عامل ايه؟ كابتن حسين ازيك؟ مشرفنا. عامل ايه؟ الحمد لله كل الحمد لله على السلامة. كل سنة وأنت طيب. أهلا بيك يا حسين. منور بيتك بيت النادي الأهلي البيت الكبير. أنت من الناس اللي فعلا يعني الجماهير الأهلي بتعشقها. وإن شاء الله بإذن الله تكون قريب جدا بخير ونشوفك إن شاء الله في الملاعب. قبل ما اقول لك ايه رايك في الشكل اللي انت شايفه دوت وانطلاقه قناه النادي الاهلي الجديده نشوف تقرير عنك ونرجع معاك تاني. مسيره كبيره مسيره ناجحه لنجم كبير نجم عشقته الجماهير الاهلاويه لانه كان مصر انه يلعب للنادي الاهلي. مفاوضات كتيره جدا وامور صعبه كتيره جدا وكان حسين قايل انا هضحي بكل حاجه عشان ابقى موجود في القلعة الحمراء في النادي الأهلي. حسين منورنا في بيتك في البيت الكبير. أهلا بيك معانا حبيبي كابتن. ربنا يخليك يا رب. ايه رأيك؟ بقول للأهلي مبروك النادي الأهلي طبعا وقناة النادي الأهلي وكل الموجودين في النادي الأهلي مبروك على القناة والبيت الكبير. والقناة جميلة جدا بصراحة والتجديد بصراحة يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا ومبروك لكل عشاق النادي الأهلي. تجديد يليق بيكم طبعا يعني يليق بكل اهلاوي بكل شخص اهلاوي كل شخص اهلاوي طبعا يعني مش انت حسين بس. زي ما التقرير كان بيتكلم عنك انت قصه كفاح كبيره جدا الحمد لله. وفعلا يعني قدوه ومثال يحتذى به زي ما بيقولوا كده بجد. انت فعلا كنت بتشتغل في بنزينه كنت عامل بنزينه صح؟ وكنت عامل الموتال تقريبا برضو قبل كده. انت لحقت عملت كل ده امتى وانت مواليد 92 يا حسين؟ انا دي مسيره كبيره. مسيره كبيره ايه يعني لحقت عملت كل ده امتى؟ لا والله ده كل دوت يعني الفتره دي كانت وانا في نادي مدينه نصر. ده قبل الشرقيه للدخان. قبل الشرقيه للدخان يعني كنت في ناشئين نادي مدينه نصر. فطبعا يعني كان الفلوس برضو ما كانتش كبيره يعني يوم ما بكسب باخد 15 جنيه ما بنكسب يعني ده الكلام ده كان من كام سنه يعني لا من كتير 15 جنيه دي كانت وما بنكسب كمان لا ده كانت من بدري جدا يعني من وانا عندي 4 سنين بدات في نادي مدينه نصر لحد 18 سنه فكل الفتره دي كلها بقى ده عذاب كلها والله فالحمد لله فاشتغلت بقى في البنزينه وطلع عيني فيها الحمد لله وكنت بخلص في البحيره ولا فين؟ لا في مصر هنا في مصر في مدينه السلام عند الحرفيين عندنا وكنت بخلص بروح الشغل وببات واطلع التمرين وارجع اروح الامتحان وارجع على الشغل تاني كان اليوم كان بالنسبه لي كان يومين بقى كنت بقضي يومين هناك يعني يومين في البيت فكانت هي ديت وبعد كده برضو اشتغلت فتره في الموتال وفي سنترال واشتغلت في حاجه كتير يعني في سنترال وفي وسط في سنترال بحاول الرصيد او سهام في وسط اللي بيقولوا حسين مش عايزين ننكر دور زوج والدتك زوج والدي طبعا هو اللي واقف قدامي هو اللي عمل ده كله هو اللي بعد ربنا طبعا هو اللي وداني النادي وهو اللي علمني كوره وهو اللي بدا معايا من الصفر يعني من وانا كان عندي 4 سنين لان انا طبعا انا والدتي عندي 5 اخوات 4 بنات واخويا محمد وانا اصغر واحد محمد ده اللي بيلازمك على طول ما بيسيبكش هنتكلم عنه فكان كمان والدي توفى وانا اعتبر يعني ما 5 6 شهور يعني انا فما شفتوش يعني هو كمان كان عنده اصرار كبير قوي انك تبقى لعيب كوره كان مؤمن بالحته دي جدا يعني فانا لما والدي توفى كمان بعدها بفتره بقى كانت والدتي يعني كانت شايله بقى الحمل كله وبعد كده بقى جوز والدتي لما جه
ريحها هو شويه مني انا. فكان هو عنده اصرار ان انا ابقى حاجه يعني تكمل وكده. فهو بدا معايا بالكوره، فلا انا الحمد لله ببدا موهوب. ولا انا بقى بحبب الكوره جدا. فدي بقى بدات، ووالدتي بقى تعبت معايا اكتر بقى في حوار الكوره، اما كنت بقى مثلا توديني لو هو مشي، اما انا اخلص مدرسه هي توديني. فكانت طالعه برضه مؤمنه بموهبتك كده، ولا عشان لله. ست بقى مش واخده بالها قوي ان لا هي كانت ست، بس كانت هي مؤمنه بحسين اللي هو حسين حابب الكوره، وكنت دايما اقول لها لا انا ان شاء الله هطلع العب كوره واسعدكم كلكم وانا هعوض كل الايام دي. وكنت بفضل اقول لها كده. فهي كانت بتبقى مبسوطه. فالحمد لله حصل. فالحمد لله يعني دي كانت نقطه كانت مهمه جدا. فجوز والدتي ووالدتي طبعا يعني لو فضلت اشكرهم من هنا لحد ما اموت مش هقدر اديهم حقهم طبعا يعني. لا وده كمان بنوجه لهم تحيه. طبعا تحيه طبعا كبيره ليه. والله انا دايما عندي قناعه يا حسين ان البر بالاهل وديت ربنا بيكرمه جدا 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 جدا. وانت ما شاء الله يعني عارفين من خلال اخوك وعارفين من خلال يعني قرايبك انك ما شاء الله عندك الحته دي. الحمد لله. وكمان الجزء الثاني ايمانك بموهبتك ان وصلك بعد مشوار طويل قوي، وصلت الحمد لله لمكانه انك موجود في اكبر انديه على المستوى الافريقي النادي الاهلي، وشرف كبير لاي حد. بس خليني اسالك يعني ايه الفتره اللي انت حسيت فيها انا خلاص دخلت وبقيت رجلي على اول الطريق كان من خلال نادي المقصه؟ بص يا كابتن يعني والله يعني انا من صغري من وانا في مدينه نصر جت فتره عليا انا خلاص لا انا همشي غلط. غلط؟ همشي غلط يعني همشي غلط بقى في كل حاجه بقى. يعني ايه تمشي غلط؟ يعني ما هشرب بقى سجاير بقى وامشي بقى خلاص بقى جت فتره من كتر التعب بقى من التفكير فقدت الامل يعني مش يعني خلاص بقى احباط شويه احباط بقى اللي انا خلاص بقى انا سني ايه واحده واحده يعني. سنك كام سنه ساعتها يا حسين؟ يعني 15 سنه بس خلاص بقى. سجاير عندك 15؟ ما كان خلاص بقى كابتن بقى ما فيش جت فتره ما خلاص بقى ولا في فلوس ولا في اي حاجه، والنادي عبال ما بكسب باخد بقى فلوس. فخلاص جت فتره بعد كده بقول لا ارجع اقول استغفر ربنا اقول لا انا هكمل على مسيرتي لا ان شاء الله هوصل. وفعلا الاقي نفسي ربنا بيكرمني لحد ما مره واحده ربنا كرمني بقى توظفت في شركه الانشاء والطرق. لعبت دوري الشركات من خلالها برضو مع النادي ربنا كرمني، قدرت نادي الشرقيه الدخان شافني. مين اللي اكتشفك بقى فين في دوري الشركات يعني؟ مين اللي بص على لا ما هو كان المدرب بتاعي كابتن طارق الرملي، وكان كابتن محمد فضل والمدربين كانوا هم برضو ماسكين في شركه الانشاء والطرق. تمام. فهم قالوا لي بص انت ايه تكبر شويه لانك 15 سنه، فكان لسه برضو البطاقه ما طلعتش ولازم طبعا البطاقه بتاعتك بيطلع فيها موظف والكلام ده كله. فلو 16 سنه بعد كده 17 سنه بقى توظفت ولعبت بقى دوري الشركات معاهم والحمد لله ربنا كرمني ولعبت بقى ومشيت معاه ومشيت بقى الدنيا ورحت شرقيه الدخان وانا برضو موظف وكده. بعد كده قعدت سنتين معاهم والحمد لله ربنا كان كرمني معاهم وكنت من هدافين الفريق وترقي وكنا هنصعد دوري ممتاز بس ما حصلش نصيب. بعد كده بقى كان في جالي الاهلي وكان جاي لي برضه نادي الزمالك وكان جاي لي يعني كذا نادي. يعني وانت بتلعب في الشرقيه للدخان جالك عرض من النادي الاهلي وعرض من النادي الزمالك وساعتها الاتحاد السكندري اعتقد وساعتها مضيت في نادي الزمالك ومضيت في نادي الاهلي. وكان ساعتها كابتن نوال رياض كان اكتر واحد بيتواصل معايا بصراحه. شيدس كابتن نوال رياض شيدس كان هو اكتر واحد متواصل معايا وكان دايما بيتكلم معايا وكان بيجي الماتشات بتاعتي كتير يعني كان على طول النادي الاهلي كان متابعني. حتى كابتن ده في دوري الشركات؟ لا في شرقيه الدخان. شرقيه الدخان ده القسم الثاني يعني؟ القسم الثاني جه واتكلم معايا كتير وكان دايما في بينا تواصل وكده بس ما حصلش بقى نصيب وكده وربنا كرمني ساعتها وكنت رايح الاتحاد ومضيت في الاتحاد وخدت منه فلوس واتجوزت بالفلوس واتجوزت بالفلوس وكده. وبعد كده ما حصلش نصيب برضو في الاتحاد راح المقصه فوضتني بعد ما اتجوزت بعد ما خلاص بقى فسوعت في الراس بعد كده راح رحت بقى المقصه وكده وربنا كرمني من ساعتها بقى والحمد لله يعني وربنا فتحها عليك. الحمد لله بقى خلاص بقى بدات بقى الدنيا بقى بتبقى احسن خطوه بخطوه. الحمد لله يعتبر لعبت كل الاقسام. بس حلمك اتحقق الحمد لله ولا لسه في احلام ثانيه؟ طبعا لسه في بقى في احلام كتير أكيد. طبعا اكيد بس هو يعني اللي انا بتكلم فيه الحمد لله انا يعتبر لعبت كل الاقسام يعني لعبت المراحل كلها الناشئين لعبت درجه رابعه درجه ثالثه القسم الثاني الدوري الممتاز ان شاء الله فاحترفت ولعبت في كذا مركز كمان واحترفت الحمد لله. لا المراكز بقى عادي بقى كتير من زمان وانا بلعبها بس انا اقصد ان انا الحمد لله لعبت يعني بداتها من تحت ناشئين درجه رابعه درجه ثالثه القسم الثاني الدوري الممتاز احترفت ورجعت لعبت منتخب مصر فالحمد لله. طيب لعبت مع المنتخب المحليين مع كابتن هاني معايا في المنتخب المحليين طبعا ان شاء الله.
انت رحت المقصه، اعتقد دي كانت الجزء الاكبر من بدايه مشوارك وصلتك للجزء الاحترافي. طبعا. مين ساعتها كان المدرب؟ كان كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال. يعني انت اول ما رحت اول سنه كان ايهاب جلال. طبعا. وكابتن ايهاب يعني الحمد لله ساعتها كان كابتن وائل فؤاد وكابتن سعيد لطفي وكابتن مجدي عاشور، كان ده من المقصه والتانيين كانوا وكلاء. اتكلموا مع كابتن ايهاب واتكلموا مع ناس بتوع المقصه، فشاف الفيديو فالحمد لله يعني عجبته كده وقال لك لا انا عايز حسين وان شاء الله بحاجه كويسه معانا. فالحمد لله حصلت مفاوضات كتير بقى مفاوضات قعدت فتره طويله. قعدت فتره طويله وكده ساعتها الحمد لله يعني قدرت ان انا اروح مقصر. لما بتقعد بقى مع نفسك وتفتكر بقى المشوار الطويل ده، هو فعلا طويل. لا بقعد اعيط بجد. يعني بقعد بس لما بتفتكر ان الجون بيجي في ثانيه خلاص يعني وان ربنا يعني كرمك وان والدنيا مشيت خلاص انت كده كده كنت مستعد للفرصه. طبعا وجات لك في التوقيت المناسب، ودايما الفرصه بتيجي في التوقيت المناسب. انا مؤمنه بكده جدا، مفيش حاجه اسمها صدفة ابدا. لا ما فيش. طبعا لازم الواحد يكون مستعد. طبعا ان يعني الحمد لله. ما انا عشان كده بقول لك انا لما بقعد مع نفسي مثلا حتى مثلا واتكلم مثلا مع والدتي او اخويا او زوجتي واولادي، ما اجي اتكلم مثلا بتكلم مثلا مع زوجتي اقول لها مثلا انا عايزهم يطلعوا حاجه، انا عايزهم مش عايز احرمهم من حاجه بس في نفس الوقت انا عايزهم يطلعوا احسن ناس. لان اللي انا شفته مثلا في حياتي انا مش عايزهم هم يشوفوه، لا انا عايزهم بقى يبقى احسن مني بكتير يرتاحوا. وخلي بالك كمان يا حسين، يعني دايما مسيره الاب لما بتتشرح للاولاد طبعا بالعكس ده هم كمان بتفرق جدا وبتعلموا ان لا الوصول يا جماعه للهدف مش سهل. مش سهل خالص. ابويا تعب ووالدك تعب علشان نوصل لحاجه. فده مهم جدا، لان بعض الاجيال تقول الموضوع سهل لكن خاصه كره القدم اللي هيتعب ويجتهد وبيقولوا كده بلغه الكره بيتمرمط، هو ده اللي بيوصل. هو ده فعلا اللي بيوصل، هو ده ساعتها اللي ربنا بيكرمه. يعني حتى ما بتكلم مع والدتي بقول لها احنا تعبنا في حياتنا كتير، فعيش حياتك واعمل اللي انت عايزاه. مفيش حاجه يعني مفيش حاجه اعملها. فالحمد لله ما باجي اتكلم معاها مثلا هي او اخويا او مراتي، لا انا تعبت فاعملوا اللي انتوا عايزينه. اي حاجه مباحه، لان خلاص الواحد تعب فخلاص بقى انا الاول بقى نستريح. احنا نستريح شويه هو واخواتي وكلنا. طيب دي كانت اكبر حاجه. هنعرف بقى بعد الفاصل ده اذا كان حد من ولادك موهوب وطالع لحسين الشحات ولا لا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، رجعنا مع نجمنا الكبير الكابتن حسين الشحات. ازيك يا كابتن؟ كنا بنتكلم حسين على الجيل القادم، الذريه الصالحه ان شاء الله. ان شاء الله. عندك اولاد قد ايه؟ عندي احمد 5 سنوات واسر 4. ان شاء الله. فرق 11. فرق 11 شهر بينهم الاثنين. ان شاء الله. اخبار الكوره معاهم ايه؟ والله مكسرين البيت. ليهم بقى في الكوره حسيت ان ليهم يعني بانت موهبتهم ولا لسه شويه؟ والله يعني طبعا يعني شويه ولا بيقلدوا كده. بابا يعني هو طبعا بيقلدوا بابا يفضلوا كل شويه يلعبوا مثلا ايه ده يقول له مثلا حسين الشحات، تاني يقول له لا انا حسين، يقول له يا ابني لا انا حسين. والله يا ابني طب خلاص انت احمد هو اسر عادي. انا مش كريم، انا كرم. لا هم الاثنين اصلا يعني باكتريت اي حد بيشوفهم بيفتكر ان هم توأم احمد واسر. يعني السن قريبين من بعض، فناس كتير يعني ناس كده بتقول لي مثلا هم توأم، قال لهم لا هم فرق 11 شهر ما بينهم. زي انت ومحمد. زي لا بس محمد انا ومحمد 4 سنوات. برضه بس الفرق برضه تحس انها توأم برضه. بالظبط. هم طالعين نفس انا مره يعني مره يعني اعتقد كنت في استاد وبعدين قلت له يا محمد ايه ده حسين يا كابتن حسين اللي معاك كده. لا محمد. بصيت له كده هو قال لي انا محمد، قلت له حسين فين؟ تحصل كتير. الشباب بيحصل كتير معانا. بتحصل كتير جدا معانا. وبعدين هو ملازمك في كل خطواتك. محمد اخوك يا حسين؟ محمد اخويا مثلا يعني لا هو انا واخويا متعلمين مع بعض من زمان يعني. انا واخويا مثلا في دوري الشركات كان هو معاه عربيه كده، فكانت عربيه 25، فكانت عربيه قديمه وكده. كنا بنروح بقى الماتشات مش عارف ايه مثلا كده. كان في يعني اوقات كتير كنا بنروح بيها بننام في العربيه لحد مثلا ما الفرقه تيجي ننام. الماتشات كانت بتبقى الساعه 9 الصبح 10 الصبح، فاحنا نصحى بدري مثلا الفجر ولا حاجه وهو نصلي ونقعد شويه وننزل نفطر. نروح مثلا الملعب، بنلعب في مثلا ملعب بشتيت، بنلعب في مدينه نصر مثلا كان احنا بنلعب. فبتروح قبل الماتش بروح قبل الماتش فاروح انام في العربيه. انا هو نفضل ننام في العربيه الفرقه تيجي تصحينا. الماتش الماتش لو ده انت وصلت طب يلا بينا. فكان مرتبطين ببعض جدا. ومدير اعمالك يعني يعتبر محمد يعني اخويا على طول مع بعض. حتى الناس مثلا بتقابله في الشارع ممكن تصور معاه على اساس لنا يا للدرجه دي. هو طبعا هو ساعات يعني مثلا ساعات انا مثلا يكون ماشيين وبتاع فالناس تقول لي يا كابتن حسين هتصور معاك. لا يا جماعه انا محمد حسين اهو. وفعلا بصراحه انا محمد اخويا اصحابي مثلا معايا فهو يفضل يقول لي يا ابني اتصور معايا، اقول له خلاص يا حسين اتصور. هم كملوا في الكوره زي
زيك ليه؟ ما كملش محمد؟ ما هو بقى كان معاه بس هو محمد بقى كبر بقى فارتاح بقى بقى يلعب خماسي والحمد لله عرفنا على طول فمثلا ايه واصحابي معايا مثلا ايه اتصور حسين يلا فصحابي مثلا اتصور حسين مع ناس بطل تناكه ده انت بتقول واحنا بنسلم تسليم اهلي وهو بقى ايه فاصحابي مثلا يدخلوا ويدخلوا في الحوار تصور يا ابني بطل تناك يا ابني انت عايز تخلي اخوك هو اللي يتصور مكانك يا ابني تصور ونقنع الناس اللي هو حسين وخلاص ويتصور معاه ويفضل يقول لهم يا جماعه والله انا محمد واحنا طبعا كله بيقول لا ده هو حسين فالناس بتصدق فالناس اللي بتصدق ان الناس بتصدق حصل موقف معاه تقريبا في ماتش النجم الساحلي كان في الاستاد وافتكروه ان انت افتكروه ان انا بالعرب وهو قال لهم كان خلاص الناس اقتنعت ان هو حسين أيوة في ماتش كان في استاد السلام فقال لهم كابتن حسين اتفضل وبتاع راح هو قال لك خلاص كابتن حسين راح دخل ودخلوه المدرج وبتاع الدنيا تمام مره واحده حسين في الملعب فبصوا انت ايه ازاي على فكره احنا معانا ازاي يا جماعه بس فهي بتحصل كتير يعني المواقف ديت يعني ما بيننا على طول طيب احنا معانا كابتن حسين الشحات على التليفون الو 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 كابتن حسين كابتن حسين انت بتعمل في اخوك كده ليه؟ عامل ايه بيها؟ انت بعت لنا محمد؟ بعت لنا محمد ليه؟ الو ازيك يا محمد اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن ربنا يخليك يا رب كله بخير؟ الحمد لله بخير والله كابتن طبعا يعني حسين وذكرياتك معاه ذكريات جميله جدا بس عايز اعرف احساسك بقى دلوقتي بعد مشوار طويل جدا جدا قطعه حسين وانت رفيق يعني زي ما بيقول كنت بتروحوا تناموا في العربيه لغايه الماتشات ما بتبدا شعورك ايه دلوقتي وحسين ما شاء الله في احد يعني كبار الانديه على المستوى الافريقي وان شاء الله يكون موجود في منتخب مصر وباذن الله ياخد البطوله الدوري وبطوله افريقيا بعد كل المشوار الطويل ده تقول ايه لحسين والله جد الحمد لله انا مبسوط ان طبعا حسين حقق احسن يعني اكبر حلم في حياته ان هو كان يجي النادي الاهلي حتى كانت في ناس كتير دايما تقول لي يا ابني اخوك مش هيروح خليه يروح الزمالك خليه يروح الزمالك اقول له لا ان شاء الله هيجي عليهم ويروح الاهلي باذن الله والله يروح من الاهلي طبعا انا عايز اقول لك يا كابتن يعني احساس ما يتوصفش وبالذات كمان اليوم اللي حسين مضى في النادي الاهلي ده كان يوم غير عادي والله يعني حتى اليوم اللي رايحين كده اول تمرين لحسين ما نمناش من الفرحه يعني ضغوط كانت ضغوط كبيره قوي ان هو كمان يمضي لنادي الزمالك طبعا بعيد عن باحترام طبعا نادي الزمالك نادي الزمالك نادي كبير طبعا يعني لا هي مش ناس من نادي الزمالك كان في وكلاء كتير محبي نادي الزمالك وكلاء وناس كتير يعني كانت بعيد طبعا عن نادي الزمالك طبعا كان في ناس تقول لك لا خلاص بقى وكلاء مثلا كان يكلمه يقول لك لا الاهلي مش عايزك حسين فروح الزمالك خلاص يا جماعه طب مع احترام نادي الزمالك طبعا فانا بقول لهم يا جماعه مع احترام نادي الزمالك نادي الزمالك نادي كبير بس انا حلمي ان شاء الله انا عارف انا هوصل للحلم ان شاء الله بس فكنت برايح طبعا ناس كتير لا خلاص انا ماشي في طريقي خلاص انا مكمل كده ما عنديش اي مشكله انت بس انت ما بتلعبش بس الحقيقه يا كابتن انت كمان يعني معشوق لجمهور النادي الاهلي وانت اكيد حاسس بده ومحمد طبعاً كمان طبعاً يعني طبعاً انت محمد اكيد يعني بتحس بده بس لما بيحطك في المواقف دي انت بتتصرف ازاي ما قلتلناش اقول له يا ابني صور يا ابني الناس بتصدق يا ابني صور مع الناس انا لو منك اعيش اللحظه يعني عادي ما هو بيعيش فعلا بس هم الناس كمان بتقتنع عادي مش مشكله الناس بتقتنع عادي مفيش اي مشكله اللي هو خلاص انت حسين خلاص ماشي حسين مفيش مشكله ربنا يا ربي يخليك يعني يبارك لكم في بعض يعني يبارك فيكم انتوا بتتكلموا فوقني فانا ربنا يا ربي يخليكم لبعض محمد وانا يعني حسيت من كلامه ان انتوا فعلا اخوات قريبين قوي من بعض واصحاب كمان فربنا يخليكم يا رب ويخلي يعني والدتكم اللي ربت الناس دي الحمد لله يا محمد شكرا ليك يا محمد حسين تعالى بقى نخش شويه في الفنيات ونتكلم شويه على الفتره اللي فاتت اكيد الفتره اللي فاتت كانت صعبه على الناس كلها طبعاً. انت طمنا عليك برضو من ناحيه انت عملت عمليه فتاء تقريبا فطمنا وطمن جماهير النادي الاهلي امتى ان شاء الله نشوف حسين في الملاعب والله يا كابتن يعني ان شاء الله يعني باذن الله من غير مقاطعه الحمد لله يعني دلوقتي احسن كتير طبعا بعد العمليه وكده بس ان شاء الله يعني قدامي 4-5 أسابيع ان شاء الله ان شاء الله اكون متواجد واقدر ان شاء الله اشارك والعب باذن الله
فالحمد لله. بتعمل ايه اليومين يعني؟ في علاج طبيعي فترات يعني؟ في الدكتور طبعا اللي عمل العمليه كاتب لي على حاجات وبعتها لي على واتساب او في تواصل دايما ما بيننا، وقال لي حاجات اللي انا امشي عليها في الميه او مثلا في البيت وما انا قاعد فيه تمرين بقدر اعملها وكده. وانت لسه جاي برده من الميه، فانت كانت فرصه ان انت فعلا تعمل كده. انا كنت انا متفق معاه كمان على كده، ان انا اقدر مثلا اسافر عشان خاطر جزء من العلاج. جزء من العلاج بتاع اللي قال لي ده احسن، وحتى يكون بعيد مثلا عن هنا وبعيد عن ضغط الكوره والماتشات، فاللي بعيد حتى عن النادي عشان خاطر ايه تقدر برضو تكون في نفس الوقت بتغير جو وفي نفس الوقت يعني بتلين، وبتقدر مثلا انت تعمل تمارين وتعمل حاجه بعيد عن الناس. على اساس اول ما تبدا الجد شويه يبقى انت مستعد، يبقى عندك مستعد خلاص، عندك استعداد خلاص انك خلاص توصل ان شاء الله باذن الله. انت هدفك ان شاء الله نوصل يعني على المباراه الافريقيه ان شاء الله. يعني ان شاء الله يكون باذن الله، يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، ويكون يبعد عننا اي اصابات او يكون اي حاجه ثاني ان شاء الله. ان شاء الله اكون متواجد مع الفريق واقدر اساعدهم ان شاء الله ونحقق البطوله الغاليه طبعًا. اللي طبعا حلم النادي الاهلي والجمهور واللعيبه والناس كلها طبعا والاداره، فدي ان شاء الله نقدر نحققها ان شاء الله السنه دي مع بعض كلنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا حسين، وتحقق الدوري وتحقق كمان ان شاء الله طبعا يعني باذن الله. انا بتكلم نقطه افريقيا، لان نقطه افريقيا طبعا يعني حلم الاهلي بقاله كذا سنه، فان شاء الله نقدر نحققها السنه دي ان شاء الله. بإذن طيب بإذن الله. احنا في حاجه كده عايزين برضو نروح نشوفها معاكم ومع الجمهور، خلينا نشوفها ونرجع تاني. حسين من آدم محترم جدا، وبصراحة هو بيعمل كل حاجة كويسة في حياته لله، بيعمل بطريقة كويسة ما ينفعش الناس كلها تشوفه، بس هو من جواه جوا طيب جدا هو. بس اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن هو مش بيحب يظهر كتير، مش بيحب يخلي الناس تشوفه كتير، بيحب شغله أكتر، بيحب يشتغل على نفسه كتير. بني آدم خير فوق بمعنى الكلمة. طبعا الميزة اللي فيه إنه هو وقت الشغل شغل، اللي هو اللعب طبعا والنادي وكده وقته معين، والوقت بتاعنا احنا بيبقى خارج النطاق خالص. اول ما يجي الاستاذ حسين هنا تلاقي الكابتن حسين، تلاقي بقى القهوه اتملت بقى الصلاه على النبي، كله بيجي يشجع عشان بيجي عشان خاطره. لا حسين ليه شعبيه حلوه يعني. كابتن حسين شخصيه محترمه جدا، خلوق جدا، اي حد يقول له اي حاجه ما بيقولش لا على اي حاجه خالص. هو تعب وشيء ايه عشان خاطر اللي يوصل للمرحلة اللي هو فيها، هو بيحب نادي الاهلي قوي جدا. النصيحة لحسين ولكل اللي لابس تيشيرت النادي الاهلي، اذا لم تكن ناجحا لن يكون لك حاقدا. ما تسمعش الناس، احنا النادي الاهلي بتاع بطولات، ما تسمعش لناس تحب تقدمك، لا على طول بص لقدام، بص النادي الاهلي هو ايه، النادي الاهلي عايز ايه. النادي الاهلي ما فيش تفكير غير في الكوره، ازاي تسعد جمهورك، ازاي الناس تبقى فخوره بيك، واتعب وكل حاجه بتاعت ربنا. وقت الشده لازم نلاقي، لان هو معانا على طول على الحلوه وعلى المره على كل حاجه. ووقت الفرح بيبقى قبل ما احنا نروح بنلاقيه موجود برضه، لازم. هو بيحب الانبساط ويحب ان احنا نهزر ونضحك، هو ده حسين. فاحنا واخدين عليه كده من زمن ولحد دلوقتي هو زي ما هو، هو ما اتغيرش حاجه كتير يعني. على المستوى الانساني هو راجل محترم مؤدب، الناس كلها بتحبه. مستوى الكوره لعيب كويس برضه الحمد لله يعني، ربنا يديله الصحه. كابتن حسين يا رب يفضل زي ما هو وما يتغيرش، يفضل زي ما هو تمام كده اهوت، ما يتعلاش على حد، زي ما هو تمام كده اهوت. المستوى الانساني بقى هو كويس جدا يعني، مش عاوز اقول لك هو دماغه ماشيه ازاي مع الناس. لو عيل صغير والله بيتصور معاه، لما بيخش المحل بيصور على المحل، بيسلم على المحل كله، ما بيتكبرش، يخش يسلم على واحد واحد قاعد، ما بيتكبرش على حد خالص خالص جدا يعني. حسين ربنا يوفقه ويا رب اشوفه احسن من كده بكتير. بجد تقرير رائع حسين، وفعلا زي ما انا قلت يمكن ناس كتير جدا بتقول سبب نجاح حسين هو التواضع اللي فيه وقربه من اصحابه وقربه من اهله. ومهما ربنا اداك يا ابني ربنا يكرمك دايما، لان ده انا في رايي الشخصي معادله صعبه قوي. في بعض الناس بتبقى بتاخد الموضوع ان هو خلاص كبر وما بقاش بقى بعيد، لكن تقرير رائع بيدل ان انسان قبل ما تكون لاعب كوره يعني. فاستمر على كده حسين وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. دي نعمه كبيره كابتن، يعني حب الناس دي يعني حاجه كبيره جدا، ويعني الحمد لله يعني
ربنا يديمها نعمة علينا كلنا ان شاء الله. اه ان شاء الله ان دي حاجه يعني حتى دي دعوات والدي دايما ربنا حبب فيك الام يا رب، فدي الحمد لله ويجعل في وشنا القبول يا رب ان شاء الله يا رب. قولوا امين يا رب. امين يا رب. بس انت مالكش في السوشيال ميديا بلاحظ، يعني ما عندكش الحته دي انك تتابع طول الوقت وبتنزل صورك طول الوقت وحياتك الشخصيه طول الوقت على السوشيال ميديا؟ مش بحس حسين الشحات كده. لا والله بص، يعني هي الميديا بصراحه انا يعني ساعات بتبقى حلوة وساعات بتبقى وحشة، بس أنا عن نفسي أنا بحب أريح نفسي كتير، يعني بحب أريح نفسي مثلا كتير، فأوقات كتير ببعد عن الميديا، بقفل الميديا كتير، يعني ممكن مثلا أفتحها أرفع مثلا حاجة معينة وأقفل تاني، أفتح أرفع صور مثلا اللي هي معينة وأقفل تاني، غير كده ما بحبش أركز مثلا مين قال إيه ومين عمل إيه. بس اللي انا لاحظته بس اللي من امبارح للقناه ترند وانتوا ترند يعني البيت الكبير ترند طبعا ان شاء الله دايما ترند يعني ان شاء الله ده مهم حسين على فكره. دايما بنحس انه السوشيال ميديا طبعا بقى شيء مهم يعني ما انا بقول لك كابتن يعني فيها اوقات كتير لعيبه الكوره اعتقد ممكن جدا تاخده لسكه ثانيه وممكن عشان كده بقول لك كابتن هي دي اوقات كتير بتبقى حاجه كويسه وفي نفس الوقت بتبقى مثلا وحشه، اللي هو طب انا مركز في الميديا على طول، مركز مثلا بيتقال عليا ايه، مركز مثلا انا كويس ولا انا وحش، انا طب انا النهارده كنت كويس بس في ناس بتقول عليا وحش، طب انا النهارده كنت وحش بس في ناس بتقول عليا كويس، طب انا هصدق مين؟ كان دايما يعني كابتن ايهاب جلال يعني الاب الروحي كان دايما مثلا يقول لنا لو انت بتتفرج مثلا على برنامج او بتتفرج على ماتش اقفل الصوت. يقول لك اقفل الصوت ما تسمعش مثلا، ما تسمعش الناس بتقيمك ازاي، يقول لك ما تسمعش، عايز تتفرج اتفرج ما تسمعش. تسمعش، اتفرج كده وانت بهدوء من غير مثلا اي حاجه، اتفرج العب مع اولادك، اقعد مع اولادك، لو مش عايز تتفرج خالص العب مع اولادك وقضي يومك كله عادي طبيعي في البيت مع اهلك وخلاص، ما تتفرجش ما تسمعش، انا اللي هقول لك انت حلو ولا وحش، انا اللي مسؤول عن كل حاجه. وفي ناس بتحب هي تقيم نفسها. ايوه ما في ناس كتير طبعا لا بس انا اللي انا اقصده في النقطه ديت اللي هو فعلا كابتن ايهاب فعلا انا لاحظتها كتير صح. انت في اوقات لا انا في اوقات انا باجي عليا مثلا لا انا كويس مثلا، ليه مثلا اللي بيحلل مثلا يقول مثلا عليا وحش؟ ليه مثلا يقول عليا كويس وانا وحش؟ هي دي النقطه دي اللي انا اقصدها فعلا. يعني كابتن ايهاب مثلا لما انا جيت مثلا لاحظتها كتير، لا فعلا معاك حق كابتن ايهاب، يعني مثلا انا كويس بس في ناس بتقول مثلا عليا وحش في الشارع، مثلا واحد مثلا بشتري حاجه واحد يقول لي يا عم انت وحش النهارده، لغايه في لحظه المدرب تقتنع فعلا انا فعلا كنت وحش فعلا. لا انت، ما انا المدرب انا لسه ماشي، المدرب قال لي انت كويس يعني المدرب انا رحت قال لي انت كويس، يعني انت اصدق مين؟ اصدق حضرتك؟ طب انا اصدقك انت ولا انا اصدق؟ فلا خلاص انا فعلا المدرب، انا ماليش دعوه مثلا انت قلت عليا انا وحش، طب خلاص انت قول انت مقتنع بكده. ده اللي بيحصل في السوشيال ميديا، ما هي دي، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا بعيد عن الميديا بسبب حاجه زي كده، انا ما بحبش اركز في الميديا بسبب حاجه زي كده، لا انا خلاص انا شايف نفسي انا خلاص، انا المدرب قال لي كويس خلاص انا كويس، انا وحش لا انا وحش خلاص. يعني حتى كابتن هاني لما كنت معاه مثلا فتره كتير مثلا يقول لي انت كويس في الماتشات اللي فاتت ديت وكمل على كده، خلاص كابتن هاني شايف مثلا انا كويس. زي ما كابتن ايهاب برده نفس الكلام بيقول انا كويس، فخلاص طبيعي يا جماعه، انا خلاص انا خلاص المدربين اللي ماسكني في المنتخب وفي في النادي بيقولوا لنا كويس، بس في بعض اللعيبه يعني مع احترامي ليهم، لكن في جزئيه ثانيه وده مهم جدا بتتكلم فيه، انه ممكن جدا يكون المدرب حتى يقول له لا انت النهارده مش كويس، لكن هو بيسمع للسوشيال ميديا وبدا الناس تقول لا ده انت فبيبدا هنا نوع شويه يهمد مثلا او يقول لك او المدرب ده ليه ما يعني بتبقى العمليه دي. فانا معاك جدا ان السوشيال ميديا ليها وقتها، انك تخش في وقت معين انك يكون اكيد على اتصال بالجماهير على ده مهم قوي يعني. دي النقطة بكلم فيها كابتن، يعني كان كابتن هاب مثلا في اوقات يا كابتن كان بيجي نبقى خسرانين مثلا من المباراة واحنا مثلا يعني وحشين جدا، اللعيبة وحشين واحنا عارفين ان احنا وحشين، كابتن هاب مثلا كابتن هاب يطلع مثلا لقاء بعد المباراة اللعيبة عملت اللي عليها وأدت دورها وأدت اللي هي مطلوب منها وأنا اللي متحمل المسؤولية، يجي بينك وبينه يعمل اللي هو عايزه، لا انت وحش وانت حاجة، انت مثلا حسين وحش، انت احمد السامي النهارده كويس، انت مثلا ابو المجدي لا انت كنت مثلا وحش، لا فاهم، كل واحد هيدي له حقه مثلا، خلاص خلاص انا عرفت انا وحش وانا كويس، بس ما بيطلعش مثلا في التلفزيون لا مظبوط حسين مثلا انت وحش النهارده واللعيبه خسرتها، هو سبورت طبعا لفريقه فدي طبعًا. دي كانت ميزه يعني بتدي اللعيبه كلها مثلا لا حسين مثلا خلاص بقى كابتن هاب ده نوع من التشجيع كده كابتن، التشجيع التشجيع طبعا كبير اللي بينا يحصل في الغرف المغلقه ولكن قدام الراي العام لا طبعا لا احنا دلوقتي بقى في الميديا دوت اللي حاصل بقى اللي مثلا ايه لا اللعيب مثلا بيقيم نفسه من عبارة على الميديا مثلا كل واحد راي مختلف لا حسين كويس حسين وحش لا حسين كان النهارده مثلا المفروض يشوط الكره دي لا هو المفروض لا كان المفروض باصاها مثلا لكابتن هاني لا المفروض يشوطها لا
انا مثلا انا خلاص هي بتيجي في وقت انا شايف مثلا ان انا هشوطها هي المفروض مثلا تعمل بالعرض بس خلاص انا شفت انا خدت قرار ان انا هشوطها خلاص لو مثلا انا رجعت رايي مثلا او رجعت في قرار ان انا مثلا اعمله بالعرض ممكن انا اتعور فانا شايف كده هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها بس انتوا في بقى مدربين انا عارفه انه ده ممكن يكون بيحصل بس ممكن يكون بطريقه يعني غير مباشره قوي او انتوا بتحسوا ده ان ساعات مثلا يعني في احيانا مدربين يطلبوا منكم مباشره ما تتعاملوش مع وسائل التواصل الاجتماعي في اوقات المباريات المهمه خلينا نقول بيطلبوها منكم كده مباشره ولا لا في مثلا مدربين كتير تقول لك مثلا ابعد عن الميديا مثلا الفتره ديت الفتره ديت فتره حساسه لان بيتاخد فانت يعني في لعيبة في لعيبة كتير بتتضر بحاجة زي كده في لعيبة كتير مثلا بتركز مثلا في الميديا اللي انا مثلا ايه لا انا الجمهور برضو مصمم ان انا وحش يعني انا جايب لسه انا جايب جون طب انت برضو مصمم ان انا وحش ليه ممكن بقاش جول مثلا جايب جول بس انا عملت اللي عليا مثلا قدرت اساعد اللي انا عليا عملت مجهود عملت حاجات كتير انا حاسس ان انا عملت حاجة فانا مثلا ايه اخرج في الميديا اشوف مثلا يقولوا عليا ايه لا انت وحش الاقي نفسي ايه عملت كده اهو همت دي كتير بتاثر على لعيبه كتير يعني مثلا انا وقت كتير مثلا وانا ببقى وحش كده انا كويس او وحش ما بفتحش الميديا هفتح مثلا ارفع الصوره مش هرفع خلاص مش هرفع برافو عليك فدي حاجه زي كده بس انا وقت كتير بقى مع نفسي ان انا مثلا ببقى وحش وانا شايف نفسي ان انا وحش بعيد عن حد مثلا بيقول لي انت كويس او وحش انا ببقى في البيت مثلا قاعد لوحدي ما بتكلمش مع حد خلاص بعيد عن اي حاجه انا خلاص انا وحش انا وحش خلاص ده اعتقد اللاعب الكره هو الوحيد القادر على تقييم نفسه بينه كده. وبين نفسه اول ما بيروح البيت يقدر مثلا حتى المدرب قال لي انت كنت كويس وبتاع بتحس ان انت فعلا لا النهارده انا ما كنتش كويس انا كنتش عندي كويس. احسن عندي احسن من كده طبعا بيحس طبعا يعني كل لعيب هو فعلا هو اللي بيبقى قادر يقيم نفسه مثلا بعيد مثلا عن اي حد مثلا حد قريب منك انت بتثق فيه جدا فيقول لك مثلا ايه لا انت كويس فانت طب انا كويس كنت في ايه طب انا مش في حد انت بتحب تتكلم في يعني طبعا بتثق في رايه انا مثلا يعني انا معايا اصحابي واخويا مثلا في جروب مع بعض احنا ممكن مثلا بعد الماتش في الواتساب مثلا نتكلم انت كنت كويس النهارده بس انت عندك احسن لازم تركز شويه لازم اكتر مش عارف ايه دوس على نفسك طب خلاص ماشي شايفين كده طب خلاص ماشي تمام يجي مثلا بعدها مثلا وحش الاقيهم بيزعقوا لي ويشتموني ده كويس لا انت وحش انت عايز انت عندك بس بتحس ان قلبه عليك بالظبط يعني كده ما هو ده بالظبط ده اللي بتكلم فيه لا هم باجي ساعتها احس لا فعلا طب بص احنا عايزين نختبر مواهبك غير كره القدم انا هشوف دلوقتي اذا كانت ودنك موسيقيه ولا لا قول الو الو ارتاح اشيك موسيقيه بتغني لا مغنيش لا بس اصحابي عارف طبعا يعني كابتن احمد الشيخ شيخ اخويا صاحبي يعني اهلا بيك يا كابتن اول بمس على كابتن مصر اهلا يا احمد يا كابتن وبمس على علي سواد اسلام اهلا بيك ومبروك طبعا افتتاح القناه شيء جميل جدا واحنا مبسوطين جدا كلعيبه وجماهير واتمنى التوفيق لكم ان شاء الله وبمس طبعا على اخويا وحبيبي كابتن حسين الشحات حبيبي يا شيخو انا متالق متالق دايما يا احمد يعني ما كابتن يعني والله بجد يعني شهادتي فيه مجروحه يا كابتن الشيخ من اللعيبه الكبيره جدا لعبت قد ايه كام سنه مع بعض في لعبنا المخصص. سنه وبعد كده راح الاهلي بعد كده ما رجع تاني وبعد كده طبعا في الاهلي يعني بس يعني الشيخ كنت هو جابها واحده لما كنت بلعب باك رايت بالظبط كنا جابها واحده كنا كسروا الدنيا كانش حد بيقف يا كابتن والله قدامنا كانش حد خالص يا كابتن والله بجد بيقف قدامنا لان الشيخ كنت انا مثلا ممكن انا ابقى مثلا جوه هو بره او بره الملعب انا جوه الملعب فما كانش حد بيلاحق فكابتن طريق كابتن ايهاب جلال كانت سريعه ما كانش حد بيعرف مثلا مين بيلعب هنا ومين بيلعب هنا فدي كانت فرقه معانا جدا فالشيخ كابتن بصراحه لعيب كبير يعني مظلوم وربنا كريمه مظلوم في حاجات كتير يعني كابتن انا كده عارف حاجه زي كده يعني لا مظلوم مثلا الدنيا ساعات ما بيبقاش مثلا موفق كتير مظلوم ما يقصدش ان في حد ظلمه لا لكن بيظلم عدم مظلوم يعني هو بيبقى مثلا مش موفق اوقات كتير فاكر ممكن يبقى هو اللي ظالم نفسه يعني فاهم ممكن ممكن برضه يعني بتحصل كتير بتحصل كتير انت مظلوم ولا ظالم نفسك يا احمد قول لنا عايزين نسمعك والله يا كابتن انا شخصيا ما بحبش احط نفسي في ناحيه ان انا مظلوم والكلام ده كله عشان ما ياثرش عليا بالسلب لكن انا شايف ان انا اهم حاجه بعمل اللي عليا وباقي كله على ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى الشيخ بيتمرن كويس جدا يا كابتن طول ما الواحد بيتمرن كويس كابتن والله ربنا هيكرمك لو ما كرمكش دلوقتي هيكرمك بعد كده وده اللي حصل معايا كابتن هاني
اول سنه ليا في النادي الاهلي يعني تقريبا ما لعبتش ماتشين على بعض. بس كنت الحمد لله بتمرن كويس وشهدت اللعيبه كلها وعمري ما عملت مشكله بفضل الله. اللعيبه كلها الحمد لله بتحبني بتتكلم معايا اللعيبه الكبار. فطبعا اكتسبت خبرات كبيره جدا والحمد لله اول ما رحت المقصه خدت هداف الدوري. خدت هداف الدوري ساعتها كمان يعني فاكر كمان موضوع هداف الدوري. لا الاداء الحمد لله كنا يعني كان في تطور دايما يعني كنا فرقه محترمه مع جهاز فني محترم ومجلس اداره في المقصه. لا عملنا حاجه كويسه الناس كلها اشادت فينا. فحته الظالم والمظلوم دي انا ما بحبهاش خالص يعني في حياتي عموما. ما تمشيش وراها قوي. انا دايما شايف ان انا لا انا محتاج ان انا ازود حاجات عندي محتاج انا مقصر. انا دايما بحط نفسي في الحته دي عشان ما يعني ما حسيتش نفسي خلاص انا وصلت بقى للنادي الاهلي خلاص يبقى طموحي كده وقف. انا دايما بحب ان انا يبقى عندي طموح عندي هدف ان انا اوصل له. فالحمد لله الواحد بيعمل. ايه طموحك بقى في الفتره الجايه يا كابتن احمد؟ والله طموحي اول حاجه ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد افريقيا. دي يعني ده طموح اللعيبه كلها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وباذن الله ربنا يكرمنا وبعد كده بقى كل اللي يجيب ربنا كويس يعني ان شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله. طيب احمد سؤال ليك انت وحسين في نفس الوقت. احنا كنا عارفين ان المباراه قبل النهائيه دي الكاف قال ان المباراه خلاص بقت مباراه فاصله دلوقتي بقت مباراه ذهاب وعوده. رايك ايه في الموضوع وان كان افضل بالنسبه للنادي الاهلي؟ قول يا سحر قول انت الاول قول على التليفون قول انت الاول يا كابتن. احنا بالنسبه لنا كلعيبه والله بجد يعني مش كلام احنا مش فارق معانا هنلعب كام ماتش او ماتشين او ماتش واحد او فين على قد ان احنا ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا بالبطوله ان شاء الله لان البطوله غاليه جدا على جمهور النادي الاهلي. فبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها. تاني حاجه يعني حته ال ممكن احنا عايزين شويه ماتشين لو هنستفيد من الجمهور عندنا في مصر. انت حضرتك كابتن عارف قد ايه جمهور النادي الاهلي هيفرق معانا جدا يعني لو موجود في المباراه خاصه كمان لو اتلعبت ماتشين هيكون اول ماتش بره ارضنا ان شاء الله نقدر نطلع منه بنتيجه ايجابيه لعبنا والمباراه الثانيه هتكون عندنا بقى مع جمهور النادي الاهلي. يعني مش عايز اقول لحضرتك تاكيد حضرتك لعبت في الاجواء دي وعارف قد ايه. طبعا انت بس مجرد نزولك الملعب وجماهير النادي الاهلي حواليك دي قصه ثانيه واحساس ثاني فانتوا محرومين منها للاسف طبعا. لكن لازم تعرفوا ان جماهير النادي الاهلي كلها على مستوى مصر وافريقيا والعالم كله بتتابعكم من خلال الشاشات وطبعا طموحنا واملنا ان شاء الله بطوله افريقيا. بطوله ان شاء الله ان شاء الله دي اهم حاجه ان شاء الله. هي دي فعلا هي دي مش تفرق مثلا مباراه واحده ومباراتين هو الاهم من ده كله. احنا كلنا فعلا يعني السنه دي كلنا ان شاء الله اهم حاجه ان شاء الله عندنا السنه دي احنا هنحقق بطوله افريقيا ان شاء الله. هي دي اهم حاجه مش فارقه بقى مباراه مثلا واحده او مباراه ذهاب وعوده لا هي هنبص اللي احنا ان شاء الله نحقق البطوله دي اهم حاجه ان شاء الله. كابتن احمد الشيخ بنشكرك جدا. شكرا يا احمد. طيب احنا بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في البيت الكبير. ثانية ومع نجمنا الكبير حسين. اهلا بيك يا حسين. أيوة منورنا. ربنا يخليك. على السوشيال ميديا مقلوب الناس طبعا كلها متابعه بشكل كبير جدا وجودك. انت نجم كبير والناس فعلا كلها بتحبك. الحمد لله. على سبيل المثال جالنا بعض الاسئله برضو لو حابب اسئله كلها سريعه من يوسف طارق تحت هاشتاج الشحات في قناه الاهلي بالظبط. بيقول لك ايه هو الفريق اللي تتمنى ان شاء الله لو في تجربه احترافيه تكون موجود فيه؟ فريق اوروبي. اوروبي هنعرف منه حاجات تانية. انت بتشجع مين؟ لا انا بشجع مدريد يا كابتن. بشجع مدريد. ريال مدريد. ريال مدريد. انت مدريدي. كده حسين انا عارف كابتن انت برشلونه. كنت بحضر كابتن ماتش باريس سان جيرمان ساعه ما كسبته الستة كابتن. اوكي. ما كسبته الستة كابتن ما كنا في معسكرين يا كابتن 6 اكتوبر. بالظبط بالظبط. كسبته كابتن محمد هلال فضل يجري في الفندق. فاكر انا كابتن ده كان برشلونه. انا كان برشلونه وباريس سان جيرمان ساعه ما كسبوا الستة كابتن بالظبط. الريمونتادا العظيمه. الريمونتادا ساعتها معسكرين احنا كابتن مع بعض ساعتها. بالظبط بالظبط. كان نفسك تلعب مع الخطيب ده برضو يعني كان السؤال متوجه لك. شرف كبير طبعا. اي حد يتمنى يلعب مع كابتن الخطيب. طبعا. جيل السبعينات طبعا. جيل السبعينات كمان كان مميز بالمهارات العاليه قوي كتير الكوره الحلوه
ويمكن من اعتقد في اجيال كده كانت بتقدم كره حلوه قوي وما كانش ليها نصيب انها توصل كاس عالم زي جيل 2006 2010 2010 كابتن بالظبط وكان انا عندنا ساعتها ده كان جيل طبعا يعني طيب سؤال تاني بيقول شايف مين الاقرب ان شاء الله لتحقيق دوري الابطال السنه دي ابطال ايه افريقيا ولا ابطال افريقيا احنا ان شاء الله احنا بحسبه ان شاء الله باذن الله احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله افضل قرار اخذته في حياتك لا انا الحمد لله كل قراراتي انا باخدها الحمد لله بتبقى افضل يعني طب اسوا قرار اخذته في حياتك لا ما فيش الحمد لله انا عامه ما بحبش اندم على حاجه عملتها فالحمد لله اي حاجه باخدها بقول الحمد لله ده اكيد ربنا شايل لي حاجه كويسه فمقتنع ان ربنا طبعا ما بيجيبش حاجه وحشه ابدا فانا الحمد لله كل قراراتي الحمد لله كويسه طيب مقتنع. الحمد لله هو مقتنع بيها الحمد لله حسين نرجع للنادي الاهلي تاني وانت ايه رايك في الفتره الامكانيات العاليه جدا اللي بيقدمها حسين الشحات مع فايلر واعتقد احرزت 4 5 أو 6 اهداف في فتره قليله يمكن ما حققتهاش مع لاسارتي التوليفه السريعه ديت والاندماج السريع ما بين لاعبي النادي الاهلي وفايلر انت شايفه ازاي وجه ازاي بص يا كابتن يعني هو طبعا مدرب كبير ومدرب كويس جدا وبيحترم اللعيبه كلها وبيتكلم مع اللعيبه كلها كويس فهو قدر اللي هو يلم اللعيبه كلها ودي كانت حاجه كانت ناقصه في الفتره اللي كانت موجوده يلم اللعيبه يعني دي كانت حاجه كانت ناقصه طبعا فهو قدر في الفتره اللي هو جه فيها اللي هو يحقق ده كله فلعبنا كوره معاه وقدرنا ان احنا ربنا يكرمنا فترات كتير كنا بنكسب دايما حتى الحمد لله معاه كل المباريات يعتبر كسبناها كلها صحيح فدي كانت ميزه واللي هو دايما اللي هو عنده حماس وعنده شجاعه في التمرين وفي الحاجات دي كلها فدي كانت ميزه يعني هي ده اللي قدر اللي هو يكسب بيه اللعيبه وده قدر اللي احنا كلنا نبقى ناجحين معاه. بس كمان عنده زي ما كان معايا لقاء امبارح الروتيشن اللي بيعمله مع اللعيبه يعني ما عندوش قال لي انا ما عنديش لعيب اساسي واحتياطي بالظبط يا كابتن يعني هي دي ميزه يا كابتن فيه كبيره اللي هو ما عندوش مثلا حد مثلا غاب لا مثلا لا عنده اي لعيبه كله هيقدر اللي هو يعوض مثلا حسين غاب في كذا لعيبه يعني كان بيتواصل معاك حتى بعد موضوع العمليه ده كان بيتواصل معاك فايلر بشكل مستمر بيتواصل يعني دايما مع اللعيبه كلها طيب عندنا نخرج شويه بره الكوره نعرف برضو حسين من اسئله سريعه جدا هنقول لك بس ما تفكرش كتير يعني انا في سؤال هساله لك قدامك 10 ثواني بسرعه افكر مسلك الاعلى محليا وعالميا طبعا انا قلت كابتن محمد ابو تريكه محليا وعالميا كريستيانو رونالدو برضو انت مصمم انا اختار ميسي يا كابتن انا بحب مدريد يا كابتن تمام يبقى كابتن محمد ابو تريكه ورونالدو اوكي لو ما كنتش لاعب كره قدم كنت تحب تبقى ايه كنت هكمل بقى في شغلي بقى واشوف حياتي اللي هو ايه ما انت اشتغلت حاجات كتير اشتغلت كتير ما كنت هكمل بقى في البنزيما كنت اشتغلت مع زوجتي واخويا وكنا كلنا مع بعض فكانت حاجه كويسه يعني كنت اقدر اعمل حاجه يعني فيها ان شاء الله الحمد لله بس كله طبعا كل حاجه بتاعت ربنا والحمد لله على كل شيء صحيح الحمد لله افضل ممثل بالنسبه لك لا في كتير يا كابتن بصراحه الافضل او اكتر ممثل حسين بيحب يتفرج عليه احمد حلمي ومن القديم لا القديم بحب اتفرج على الافلام القديمه كلها كابتن اسماعيل ياسين بقى والكلام ده بحبها جدا اوكي قفشه طول المعسكرات يا كابتن مشغل مسلسل الافلام القديمه قفشه هو بيحب الافلام القديمه جدا لا قفشه كمان عامل شكل كويس احرز النهارده هدفين من اللعيبه اعتقد مميزين جدا واضافه للنادي الاهلي الخبر معانا المدير الفني الوطني اللي بتحب اداؤه او طريقه لعبه مين كابتن ايهاب جلال ايهاب جلال انت ذكرت اسم ايهاب جلال كذا مره النهارده ما هو لان انا اتدربت معاه لا يعني لا انت كمان يعني عارفه لا لا انت حبا فيه يعني انت طبعا يعني كابتن ايهاب متاثر يعني بيه كابتن ايهاب ساعد لعيبه كتير ظهر في الدوري الممتاز يعني بطريقه كبيره يعني لعيبه كتير راحت الاهلي وراحت الزمالك وراحت انديه كتير كابتن ايهاب يعني كان بعد فضل ربنا هو كان سبب في كل دوت بس فعشان كده بذكر اسمه كتير طبعا يعني لا طبعا ايهاب من المدربين مدرب محترم جداً وزي ما بيقول طلع لعيبه كتير لعيبه كتير فعلا طب مين يا حسين اللي بيعجبك من اللعيبه في الدوري المصري بعيد عن النادي الاهلي اللعيب تحس ان هو لعيب مميز بن شرقي طبعا يا كابتن بن شرقي الزمالك فارق طبعا جدا مع نادي الزمالك الفتره اللي فاتت كلها لحد قبل فتره فارق معاهم جدا
يعني فارق معاهم جدا. لا خفيف سريع لعيب كويس بيقدر يجيب جول. بيقدر يجيب جول يعني يعني مباراه الترجي في السوبر على ما اعتقد هو اللي احرز هدف على ما اعتقد. يعني هو الفتره اللي فاتت كلها كان هو عامل شكل في الدوري في الدوري كتير. يعني بتتغلب ولا بتغلب في البلاي ستيشن؟ لا بامانه لا الاثنين هنعرف الاثنين الاثنين ايه الاكتر ايه اللي بيحصل اكتر؟ لا يعني ممكن مثلا فتره افضل اكسب كتير وممكن فتره مثلا اكسب شويه بعد كده اخسر. فانا وصاحبي على طول متخانقين مع بعض. بس الشيخ هو اخر مره اللي كسبني احمد الشيخ بس فانا وصاحبي عندنا هو بنلعب بعض فهو على طول احنا الاثنين بنكسب بعض على طول. يعني اكتر الناس يعني بيكسب بعض. احنا بنتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك. وانت فعلا والله زي ما قلنا فعلا مثال يعني يحتذى به بجد. فكمل وربنا معاك واحنا معاك يا رب. وجماهير النادي الاهلي معاك حسين ودايما في ظهرك. وزي ما نحن دايما بنقول ان اللعيب اللي بيشتري النادي الاهلي وبيعرف قيمه فانيله النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي مش بتنساه. ان شاء الله ترجع بالف سلامه. منتظرينك قريب جدا جدا في الملاعب تكون ان شاء الله بطل دوري وبطل افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. نورتنا حسين. نورتنا حبيبي كابتن. حبيبي كابتن. شكرا. طيب احنا حلقتنا خلصت في برنامج البيت الكبير وبكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء في البيت الكبير من 10 ل 1. اتفضل.